خلافة بين حملها واشفقنا منها وحملها الإنسان. القبول بالأمانة اللي هو من سيدنا آدم هو اللي قبل الأمانة وينسحب القبول على ذرية بني آدم، ولا القبول جاء من كل إنسان على حدة؟ كل الإنسان يقبل آدم. ليه؟ لأنه المخلوقات الأخرى أرادت أنها تكون مأمورة، ما لا يعقل منها مسخر وما يعقل منها قبل الأمر، لكن الإنسان خير فقبل التخيير ما قبلش بال. يعني انت دلوقتي قبل ما تولد عرضت عليك الأمانة؟ ايوه، واحنا في عالم الظلم. واخذنا من بني آدم، واخذنا من الآية من بني آدم من ظهورية، واخذنا من وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. لو قالوا نعم يبقوا كفر، وهو أكبر، لأن بلى تكون جواب النفي. نعم، ألست بربكم؟ قالوا بلى. أولم تؤمن؟ قال بلى. إيش الفرق بين نعم وبلى؟ نعم في الإثبات، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون، قل نعم وأنتم داخرون أدلة. يبقى نعم تكون في الإثبات، لكن بلى تكون جوابا للنفي. كيف يعني جواب النفي؟ نفي نفي إثبات. أولم تؤمن؟ لم، هنا مش نافيه، بس لما دخلت على المضارع اللي قلت الماضي، أو مش أنت آمنت؟ السبب إن الخليل لما قال للنمرود، النمرود بيقول له من ربك؟ قال له ربي الذي يحيي ويميت. قال له أنا أحيي وأميت. قال له أعاينت؟ أنت شفته هو بيحيي ويميت؟ قال لا، لأن الأنبياء لا يكذبون، الأنبياء يرد لهم الصدق والأمانة والتبليغ والفطان. فلما قال لربنا يا ربي أرني كيف تحيي الموتى، ربنا قال له أنت بتشوف أو لم تؤمن؟ قال له بلى آمن، ولكن ليطمئن قلبي إذا سألوني وقالوا أعاينته، أقول نعم عاينته، نعم عاينته. فقال له اذبح الطيور وانضم وضع على كل جبل جزء منها ونبيها. شلون مولانا قصة النمرود؟ قصة النمرود لما سأل سيدنا الخليل قال له من ربك؟ قال له الذي يحيي ويميت. قال له أعاينت؟ أنت شفته هو يحيي ويميت؟ قال لا، إن الأنبياء يرد لهم الصدق لا يكذب. قام قال له سأل ربنا بقى، قال له يا رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال له أولم تؤمن؟ يعني أشككت ولم تؤمن؟ قال بلى أنا مؤمن، ولكن ليطمئن قلبي إذا سألوني وقالوا أعاينت؟ أقول نعم. قال له خذ أربعة من الطيور فصرهن إليك واجعل كل واحد وضع على كل جبل منهم جزءا يأتينك سعيا. السعي بلى هنا في القلوب، لأن الطيور مش هتيجي على رجليه وطيرة بجناحتها. ثم ادعونا يأتينك سعيا، ولذلك قال فاسعوا إلى ذكر الله، يعني بالقلب، إنما المشي يكون على الأرض. هنا الأمانة عرضت على الناس على الخلق كله، فاختاروا إن هم يكونوا مسخرين. الإنسان اختار إن يكون مخير. زي إيه مثلا؟ لحظة مولانا، هاي موضوع هذا الكلام من القرآن بتجيبه من السنة؟ إن الإنسان اختار إنه يكون مخير. أيوه بالحديث. أي حديث؟ اذكر الحديث. أي حديث؟ في تفسير الآيات فيه أحاديث كثيرة على إنه هو اختار إنه يكون مخير، ما يكون شيء مسير. اذكر. الوقت أنت لو حطيت الخشبة دي على المي تعوم ولا ما تعوم؟ تعوم. كويس، لو حطيت حديدة إبرة تغطس ولا تعوم؟ تغوص. أيوه، يبقى إذن كل واحد مشى بطبعه في هذا الأمر.
إلا الإنسان. الأحاديث بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج شاف إنسان يجمع حطبا كثيرا، ولما جه يشيله ما قدرش، فجبريل قال له يا رسول، قال له هذا مثل لرجل يحمل الأمانة ثم لا يستطيع أداءها. هنا الآية بتقول وحملها الإنسان، المحذوف إيه؟ فلم يؤديها، بالدليل إن ربنا قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يبقى ده بيسموه احتباء، ذكر شيئا وحذف الآخر. وحملها الإنسان فلم يؤدها. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الفتح عمل إيه؟ نادى على عثمان بن طلحة بن عبد الدار واداله مفاتيح الكعبة وقال لا ينزعها منكم أحد إلى يوم القيامة إلا ملكم ظالم. إلا إيه؟ إلا ملكم ظالم. المهم العباس قال له وما لنا يا رسول الله؟ قال له لكم استقاية، انزعوا فلولا أن يغلبكم الناس لنزعت معكم. يعني انزعوا الدلاء اللي هي الجلادل يعني من الآبار، لأن أنا لو نزعت معكم الناس هيقولوا الرسول لما كلنا. هذه وظائف كان وزعها قصي على القبائل، فجعل السقاية في بني هاشم، وجعل يعني في ولده هاشم، وجعل الرفادة في عبد الدار اللي هي الكعبة والسدانة السعيدة، وجعل الرايات والقروب في أمية، وجعل